طيب يسار يسار ما شاء الله ناقص ايضا علينا نحتاج جهاز مونيتور اثنين هنا وفي ايضا حنفله يعني في اللي قلنا $30,000 مع حق عمليات الاجهزه مع حق العنايه المركزه وحق المستقبل الكل لذلك ارادوا ان يستقبلوا جهازها الحوثيين وان يعيدوها لانه الى ما كانت عليه في القرون الوسطى لانه يعرف الحوثي انه لا يقوم الا في البيئه الغير معلمه في البيئه لا يكون له قابلية إلا في البيئة الأمية. والحقيقة أنه نشكر الأخ المحافظ ونشكركم جميعا على ما شفناه في هذا المستشفى ومن كوادر طبية من كل المحافظات من تعز من الضالع من كل محافظات اليمن يدل على الروح الوطنية عند الشباب والذي يتقوم إلى مستقبل اليمن. إن شاء الله هذا المحافظة سترعى ستحظى ورعاية القيادة السياسية المختلفة خمسة الأخ الرئيس المشرف معقل المنصور هذه وكذلك برعاية الأخوة في التحالف والتحالف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تم بفضل الله افتتاح مستشفى الحزم محافظة الجوف بديرية الحزم برعاية محافظة المحافظة والقيادة السياسية ونشكر كل من تعاون معنا في افتتاح المعهد وإعادة تأهيله ونتمنى من الجهات الداعمة أن تدعمه أكثر مما هو عليه وشكرا.